ارحب بالاساتذه الكبار استاذ رضوان الزياتي. يا مساء الانوار. مساء الانوار يا كابتن. اهلا وسهلا. اهلا بيك استاذ ايمن ابو عيد. مساء الانوار. مساء الانوار. اهلا وسهلا. كده 2-0 طبعا. الصفر الواحد الاولاني التوقع الخاص بليفربول ومانشستر سيتي. هو قال ليفربول هيكسب، حضرتك قلت مانشستر سيتي وانا قلت مانشستر سيتي. صح. ال 2-0 وقال الاهلي هيكسب السوبر، حضرتك قلت الزمالك هيكسب السوبر. لا انا قلت 50-50 في الاول. لا في الاول، بعد في الاخر الكابتن قال لك حاليا. لا انا قلنا حسابيا على الورق، على الورق. أيوة. والظروف انه الزمالك يكسب. ايوه. لكن في الاخر لما انا بنتكلم وبنقول حظوظ الفريقين هجيبها. ايوه قلنا 50-50. طيب انه المباراه دي صعب انك انت تتوقع فيها. هو نفس اللي قلته في ليفربول قلته في الاهلي. الدوافع هي الدوافع كانت عند قد يكون الزمالك احسن فنيا. وقلنا وساعتها انا قلت مستقر فنيا ومدربه طبعا خبره وبقاله فتره مع الزمالك وكده. لكن انت الدوافع عند الاهلي كانت اقوى بدليل اللي حصل في الماتش. الدوافع كانت اقوى. انت اشتغلت على كلمه الدوافع. الدوافع ما عندوش. لا بس هي وبعدين برضو كان بس هي المباراه فيها ظروف قلبت يعني. ما هو ظروف بتيجي. ما هو مين اللي بيفرض الظروف؟ يعني الاداء بتاعك والروح والتغييرات اللي عملها. التغييرات اللي عملها ده جزء من كيان الفريق يعني. ايوه من اخطاء اللي ارتكبها فيريرا في هذه المباراه. هو في هي الاخطاء جزء من اداء. وبعدين برضه يا كابتن برضه كنت مستند على حاجه ان كان في اهتزاز عند فيريرا. ليه بقى جبتها منين دي؟ من تصريحاته. هو في الاول انت فاكر لو لما قلت لحضرتك وقارنا بين تصريحات كولر وتصريحات فيريرا، قلنا ان كولر عنده هدوء. ولما اتسال عن الجدول قالوا الجدول ايه رايك في الجدول مضغوط ومش مضغوط، فكولر قال لي دي مش شغلتي انا. عندي بيقولوا لي ما عندك ماتش يوم كذا هلعب. التاني قال لك ايه؟ لا ده ما بيفهموش وما بيعملوش ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده. يعني انت استشفيت من هذا الامر ان في اهتزاز في الثقه، وان حاسس ان. وبعدين انت شفت كمان في الفريق ابتدى يحصل فيه اصابات. احنا ما شفناش الموسم اللي فات كانش فيه اصابات خالص في الزمالك. عند الزمالك يعني لان الزمالك كان مستريح. الاهلي كان عنده برضو. لا الاهلي الاهلي مش مشكله. ما هو قدر يعوض بالروح. واحنا قلنا برضو قلت لك روح الفانيلا. انا كاتب حتى المقال اللي بعته لك. جميل. قلت لك لون الفانيلا وروح الفانيلا في فرق بين لون الفانيلا. كنت تتحدث عن اللون الازرق. الازرق والاحمر والكلام ده كله. فطبعا اللون ملوش دخل بالموضوع. اللون ملوش طبعا. فالمفروض احنا بنلعب. بس احيانا البعض يتفائل ويتشائم. طبعا هو التفاؤل والتشاؤم ده موجود عندنا احنا كطبيعه عربيه يعني. لكن هم برضو الاجانب عندهم يعني عندهم بيتشائموا من رقم 13. لكن احنا كعرب عندنا التطير يعني لو بتقال كده يعني حته التفاؤل زياده. طب من وجهه نظرك النهارده بس انا برضو انا قلت الماتش هينتهي في الوقت الرسمي الوقت 90 دقيقه. دي تشكر عليها. هو قال انه لا انا قلتش لا قلت يا وقت اضافي وقت اصلي الاهلي هيكسب. لا بس يعني هو شاور على كلمه انه في ممكن يبقى اضافي فيه. لكن قال لك حتى لو ما فيش هو هيكسب. ممكن نمشيها كده. نمشيها. لا ده تمشي رسمي يا كابتن. جيبها يا كابتن جيبها. برضو من ضمن الحاجات التانية برضو اللي انا كنت مستند عليها ان ال 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 الراحة اللي حصل عليها لعيبة الاهلي في نهاية الموسم اللي فات ساعدته. فرقت مع الاهلي. نعم فرقت مع الاهلي كتير قوي. وبعدين الاهلي اعاد اكتشاف لعيبة صاعدين يعني. بالظبط. الاهلي اعاد اكتشاف نجومه. نعم. والراجل يعني لما بيقول لك الصفقات الجديده وبتاع وليه ما الاهلي ما جابش صفقات جديده. الراجل قال يعني شاف ان اللي موجود مناسب وشاف ان في بدليل. ومش بكتره. نعم مش بكتره. يعني لو تفتكروا الزمالك كان يا استاذ ايمن في سنه من السنوات كان جايب فريق الاحلام. مش بالعدد النجوم. هو عدد النجوم كان 97. عدد في عدد النجوم ممكن تكون كارثه على الفريق. لا بدليل يعني انت لو هتشوف عدد النجوم في باريس سان جيرمان مع ميسي ونيمار ومبابي والكلام ده كل دول ومش قادر ياخد دوري. وهو اللي بيعمله السنه دي
كل الصفقات دي بتتعمل عشان ياخد دوري ابطال اوروبا بالظبط. ومع ذلك يعني سنه ليفربول خده وبعدين بايرن ميونخ وبعدين ريال مدريد. السنه اللي فاتت رجل الاونر طلع كسر العصايه بتاعت المساعد من كتر ما هو مش مصدق. ايوه طبعا ان هو بره الحكايه. ومانشستر سيتي يعني رغم كل اللي بيعمله في الدوري الانجليزي والصفقات اللي عنده وتصعصع عليه بطوله دوري ابطال اوروبا بالظبط. يعني هي بالزبط. مش بعدم كثره النجوم لا مش بكثره، ولكن لابد ان احنا نعترف انه في كره القدم في عامل من عامل التوفيق وغير التوفيق مؤكد. لانه كره القدم لو هي ماشيه بـ 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 بالحساب والورق مش خلاص النتيجه محسومه من بدري. لا بس ممكن حضرتك برضو يا استاذ ايمن تتفرج على مباراه تجد ان في فرقه عندها فرص تهديف اعلى بمراحل وتصميم يعني. واراده، وبالتالي طبيعي الطبيعي ان هو يكسب يعني. لا احنا في الماتش الاهلي والزمالك مش هنختلف ان الزمالك الاهلي كان يستحق الفوز بجداره لانه لا. الفرص والهدوء والتنظيم في الملعب الاهلي كان متفوق في كل ده. صحيح. لكن ما حدش يقدر يقول انه ولا يقلل من فوز النادي الاهلي، لكن الزمالك كان في اليوم ده ما كانش في يومه، كان يعني بعيد خلاص. صحيح. اخر حاجه بقى كابتن فضل. وقلنا برضو قلناها برضو المره اللي فاتت لو حضرتك تفتكر. نعم. ان قلنا ان اللاعب المصري عاطفي ولما بتبقى عنده ثقه زياده بتوصل الى ما يقترب من الغرور. ودي كانت موجوده برضو، كنت انا متاكد منها، وان الزمالك هينزل بثقه زياده عن اللزوم. ودي كانت واضحه. ان كان في يعني احنا هنكسب الاهلي يعني نكسبه نتيجه انه كسبه في الكاس قبل كده. بالظبط، كانت الثقه متلسخه. حتى قلت ساعتها قلت لي طب ما هو المدرب شغلته ايه؟ قلت لك المدرب مهما يقول للاعب المصري لا مش عارف ايه ولا عنده طبيعه هي كامنه جواه. ده كان شعور يعني منتشر في كل جمهور الزمالك وكل الصحفيين الزملكاويه او السوشيال ميديا. كان عندهم يعني ساعتها تفاؤل مبالغ فيه انه النتيجه شبه مضمونه يعني. بالظبط. طيب ده يودينا لاول موضوع عندنا عملوه لنا الاستاذ وليد الحسين النهارده، مساله فلوس الكوره. ابدا مع حضرتك، يعني هل الانديه السنه دي وفقا لمعلوماتك خفضت من مصروفاتها ورشدت في هذا الامر، ولا في انديه زي بيقولوا فتحت على البحر؟ لا هي مش كل الانديه زي بعض يعني. في انديه فتحت على البحر زي ما قلت، وفي انديه فيها ترشيد. لو جينا قارنا ما بين الاهلي والزمالك هنلاقي الاهلي في ترشيد والزمالك لا، ما كانش في الزمالك جايب 7 أو 8 صفقات وبملايين يعني مش لكن انا شايف انه التوجه العام حاليا في ظل الظروف الاقتصاديه انه الانديه بتحاول تقلل النفقات في التعاقدات مع اللعيبه. لكن ده مش هيحل الازمه الاقتصاديه اللي بتعانيها الانديه، لانه الانديه واضح انها بدات يعني مع دخول يعني بدايه الفكر الاحتراف اللي احنا داخلين عليه انه لا الانديه الصفقات ما مبالغ فيها، بدليل ان النادي الاهلي لما كان عاوز ياخد لاعب امبي المبالغه مصطفى شلبي المبالغه كانت كبيره، الاهلي انسحب منها بالظبط، ما دخلش فيها. طب هنا السؤال، هو ليه الاهلي عمل 3 صفقات بس؟ هو في حاجتين. الحاجه الاولانيه اللي هي المغالاه في اسعار اللاعبين، ده السبب. السبب الرئيسي مغالاه في اسعار، زي ما قلنا مصطفى شلبي وامبي تمسك ب 25 مليون والاهلي كان متمسك ب 15 مليون. نعم. وما اتفقوش حتى حاولوا ينزلوا شويه وحاولوا يعملوا معاهم لعيبه ولاعيبه ويدخلوا صفقات بتاعوا كده فلوس. فطبعا ديت. لكن السؤال بقى اللي بيطرح نفسه هنا بقى، احنا طبعا ناقشنا موضوع اللعب المالي النظيف ايوه هنا في كذا حلقه طبعا. طيب السؤال لاتحاد الكره، ايه اللي عمله في موضوع اللعب المالي النظيف حتى هذه اللحظه؟ هل طلع اتحاد الكوره وطلع الأندية دي اتصرفت كام؟ وطبعا دي عقود واتوثقت في اتحاد الكورة طبعا. هل طلع اتحاد الكورة مش من الشفافية واللعب المالي النظيف ان اتحاد الكورة يخرج علينا ويقول لنا نادي الأهلي عمل صفقات بكذا واشترى كذا من كرة القدم كذا اشترى كذا وباع بكذا والأهلي المصري والزمالك وهكذا وهكذا؟ نعم. طيب الكلام ده حصل
ما حصلش. ما حصلش. ولا الأندية أعلنت. ولا هيحصل. ولا هيحصل. ليه؟ هيحصل. ليه مش هيحصل؟ مش هيحصل لأنه أولاً ما فيش فصل ما بين ميزانيات كرة القدم والأندية. أنت تلقى العملية كلها خلطة على بعض. بس ممكن ميزانية كرة القدم لوحدها. ما تقدرش يا كابتن. النادي ليه؟ النادي الأهلي، النادي الأهلي أو نادي الزمالك ميزانية كرة القدم، يعني أنت لما بتبيع حقوق الرعاية، الرعاية دي بتاخدها على النادي في كل النادي، ما تقدرش تقول ان انا هخصص جزء كرة القدم. اعتقد الرعاية بتبقى على الكورة، بتيجي رعاية على الكورة ولا على كل، لا انت على الرعاية اللي جت على الدرجة الأولى بس، على الفريق الأول. لا انت بتاخد وبتحط الرعاية في النادي اللي هي اللي العنانات بتاعتك بتتحط في النادي، البنوك بتاعتك، البنك اللي واخد بتحط في النادي، كل ده ما تقدرش تفصله عن كرة القدم. امال ازاي بيفصلوا بره؟ لا بره، بره ما هو المفهوم شركه الكوره بره، لانه الانديه بره هي انديه كره قدم وليست انديه اجتماعيه زي او لا برشلونه فيها كذا لعبه، مش لا 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 العاب، لا دي منفصله. لكن ما هواش نادي اجتماعي. انت ما ننكرش انه الاهلي والزمالك جزء من الميزانيه الماليه من العضويات والبيع. أيوة العضويات، بس دي ملهاش دعوه بدخل الكوره. الكوره يتحدث عن انت بعت لعيبه قد ايه، عقود الرعايه بتاعت الكوره قد ايه، محتاج بس الفضائل اللي بتاخده دي من محتاجه وقت، محتاجه وقت عندنا في محتاجة مصر، محتاجه وقت. يعني كانوا يرجعوا القرار بدليل انه انت شركه الكوره لغايه دلوقتي ما انتش عارف حتى دورها ايه. يعني هي لما كان جاي الاستاذ ياسين منصور وقلنا زي ما كان معانا الاستاذ شريف عبد القادر وقال لك يبقى كل ما يخص كرة القدم فيه، انا قلت لك هيبقى اعضاء دور اعضاء مجلس الادارة ايه اللي هم منتخبين من الجمعية العمومية، ومن يحاسب شركة الكورة. هل تحاسبها الجمعية العمومية ولا تحاسب مجلس الادارة؟ الجمعية العمومية بتاعت النادي غير بتاعت شركة الكورة. شركة الكورة جمعية بتاعتها ثلاث افراد ما يا كابتن، ما احنا ده الغلط. المفروض لما انت تبقى عامل شركة كرة قدم، أعضاء الجمعية العمومية أو المنتمين للنادي هم اللي بيختاروا رئيس شركة كرة القدم والأعضاء وبيحاسبوهم. أنت كسبت ولا خسرت في نهاية؟ أنت عايز الجمعية العمومية كلها هي اللي تختار حتى لو مش الجمعية العمومية، حتى لو مش بالنادي ككل، لو حتى مش بالنادي لكن يعني لابد إن يكون شركة الكرة بتدخل في الميزانية وفي بتاع في الحساب الختامي والكلام بتاع النادي ككل. هي شركة الكرة ليها جمعية خاصة بيها حاجة، دول ما يتعدوش 10 أفراد. لا ده هم أربعة، ولا ده أربعة. ده هو مدير تقريبا اللي هو مدير التحرير بتاع الجريدة، رئيس تحرير مجلة الأهلي، مدير هقول لكم بالظبط. طيب ماشي. الشركة الإعلانية اللي هي بيبقى الاعلاميه القناه دي، هل دي ممثل من مجلس الاداره، هل دي يطلق عليها جمعيه عموميه كده؟ هي كده، ما هي ما تقوليش هي كده. لا هي هو ده انا بسميه حاجه فرديه، يعني مش حاجه على مستوى الانديه كلها. يعني الاهلي الوحيد اللي يعني فيه الناحيه الاحترافيه دي شويه، لكن الباقي ما هي غزل المحله والاهلي، ولا غزل المحله كمان، حتى تجربه غزل المحله مش واضحه. هما حتى يعني اللي استقالوا اللي فاتوا استقالوا بالضبط. هي مش واضحه يعني حتى تجربه الاهلي، وتجربه الاهلي برضه مش بنحاول نقلد والتقليد لا يتناسب مع اللي هو موجود. يعني احنا بنقول شركه كره زي اللي موجوده برا، لا هناك مختلفه تماما. احنا بنجيب اسماء وبنحاول نطبقها، زي ما احنا بنتكلم على الاحتراف واللي عندنا نقدر نسميه احتراف في التزام اللاعبين وفي التدريبات وفي الحضور اليومي. طيب هل هناك حلول لوقف الارتفاع المستمر في مصروفات كره القدم؟ لانه الانديه بتصرف عين بتئن وتقول ما عنديش ومش عارف ايه ويعني مش ممكن. يعني ميزانيات الدرجه الاولى دلوقتي بتعدي 300 مليون جنيه. طب هقول لحضرتك الازمه بتاعت نادي الزمالك اللي هي دلوقتي وقف تجميد الحسابات بتاعت البنوك. نعم. سببها ايه؟ ايه سببها؟ ان كان ممدوح عباس كان بيصرف على الصفقات بتاعت الكوره ويشتري لعيبه وبتاع ومش عارف يدفع من جيبه، لان النادي ما كانش فيه فلوس. وبعدين ادى النادي قرض. وبعدين ادى النادي قرض. احنا مالناش، مش هندخل في عليه، مش هنخش في التفاصيل دي، في التفاصيل، لكن انا بقول لك دي يعني احد الاسباب. زي مثلا برضو في النادي المصري رئيس النادي، يعني تقصد انفاق غير مرشد، انفاق غير مرشد بيجي ينفقه، حتى بيبقى زي ما قلت شركه الكوره ان ده حاجه فرديه، ما هيش حاجه نظام سيستم موجود في الدوري كله او في المنظومه كلها.
يعني ده حاجه رئيس نادي جه معاه فلوس بيقدر يصرف وبتاع ويقعد بقى يدين النادي طول العمر كويس. فهي اذا هنا العمليه مش مرشده ومش منظمه. يبقى الحل الوحيد اللي حضرتك قلته هو اللعب تطبيق قواعد بالظبط اتحاد الكره يخرج لنا كده. اولا الانديه يطالب بالانديه يبقى شرط اساسي من شروط انك انت تمارس هذا النشاط انك تعلن عن ميزانيتك الكرويه. انت خلاص الموسم بدا خلاص والقيد خلاص انتهى، مواعيد القيد انتهت. يبقى تطلع يا نادي الفلاني تقول لي انت ميزانيتك ايه، صرفت كام وجايه لك كام وجبعت العيله الاول جايه لك كام وبعدين مصروفاتك تبقى وبعدين ايه حكايه ان انا يعني العقود ما تتقالش يعني ايه موضوع ان انا اخبي العقود؟ لا هي تتقال في اطار المقفول، ما تتقال في اطار الحدود الموجوده. انا مضيت كذا الا بقى يعني في شغل مش على العلن يعني تبقى في يعني انا يقول لي يعني. يقول لي مثلا يقول لي انا عملت عقود، انا اشتريت لعيبه ب 100 مليون جنيه السنه دي مظبوط، وبعت لعيبه ب 100 تمام، وعندي رعايه كذا وعندي رعايه كذا وكذا. الاهلي الاهلي الموضوع بتاعه خلصان يعني الاهلي طبعا الايرادات اللي جات له والرعايه والبتاع ده مغطيه طبعا التكاليف وزياده تمام، بس وكسبان. نقدم للاتحاد بس هو احنا بنقول هو لا اما الانديه تعلن وتعلن بشفافيه لا اما اتحاد الكره يعلن. طب ليه حضرتك بتقول مستحيل؟ بص يا كابتن، اولا مفيش ليه مستحيل مفيش عداله، يعني مع احترامي وتقديري لاعضاء مجلس اداره الاهلي ومساعيهم في الحصول على الحقوق الرعايه اللي هم بيدخلوها طبعا حقهم ما اقدرش انا بقولك مع احترامي لكن الانديه الثانيه اللي بنتكلم عليها والاستاذ رضوان انها انا اقدم يعني انديه انا هسميها الانديه الغلابه يعني حقوقهم ايه يعني ايه هو دخلهم ايه هي ميزانيتهم عشان اقدر اقول انافس الاهلي او الزمالك تمام. في فجوه ومسافه كبيره ما بين. طب وانت عايز تقفل الفجوه لا دي لا تتقفل بالبث الجماعي هو ده الحل الوحيد ده طبعا لا انت لازم يبقى في عداله تقرب شويه ثانيا صح. برضو عمليه ان انا سايب الباب على اضمن حد قدم فاتح الباب على الغارب للصفقات يعني لا انا لازم احدد في الموسم كل نادي ليه كذا خمس لعيبه مش فرقه تغير 12 لعيب و15 لعيب و17 لعيب لا ما هو ثانيا حته الاعاره الباب الخلف اللي احنا بنودي منه اللعيبه ده ليك مثلا ثلاث لعيبه او اثنين لعيبه بس اعاره عشان يقدر اللعيبه التانيه الانديه التانيه تستفيد وتستفيد. هو ده حل اخر مهم جدا والله لكن جداً. انا باجي اقول النظافه المالي اللعب المالي النظيف بدون ما احط ضوابط واسيب العمليه. طب ما في زي ما بيقولوا كده السمك الكبير هياكل الصغير، مش هيبقى في منافسه اصلا. طيب يعني هذه جزئيه بس خلينا برضو نعترف استاذ ايمن انه في العالم كله برضو في فروق ماليه في الامكانيات والقدرات الماليه. لا لا بس يعني انت لما تيجي برضو بس مش بالفجوه الكبيره بس في حاجه يا كابتن انا لازم اضمن الحد الادنى لكل نادي يعني زي ما قلنا مثلا العقود الجماعيه في البس بحيث ان انا اضمن ان النادي مثلا نادي زي الاتحاد السكندري زي المصري زي الاسماعيلي الانديه الشعبيه ديت اللي عندها ازمات ماليه ان هو يروح لها مثلا ما اقول انا هعمل هبيع الدوري ده كتسويق وكده من خلال الرابطه سواء الرعايه بتاعه الدوري نفسه اللي لسه ما بلوش راعي لحد دلوقتي وعقود البث والكلام ده كله مثلا بعمل وصلت المليار وتتقسم زي بالنسب اللي هي موجوده في العالم ايوه ان يجي مثلا في الاسماعيلي لما يجي له 50 مليون 60 مليون 70 مليون كحد ادنى في الموضوع ده يبقى عنده فلوس بتجيله فلوس لكن بالطريقه ديت طب ما زي ما بنقول بيلجا الى الاعلان احنا بنقول الاهلي كما بتاعه كشعار وفانيلا وجماهيريه والكلام ده كله بس برضو الانديه الثانيه من حقها انها تتواجد يعني. حد الأدنى يعني يبقى انا عشان قبل ما اطلع فاصل برضو حضرتك قلت حاجه مهمه جدا انه اذا ما قدرناش حتى نعمل هذه التقارب في الجوانب الماديه يبقى على الاقل نرشد فيما يتعلق بالانتقالات طبعاً. يعني كل واحد له في السنه مثلا في الموسم اربع كان صفقات وده كان موجود يا كابتن زمان ده كان موجود كان زمان. موجود زمان لكن موجود زمان. احنا دلوقتي ما نقدرش نسيبها لانه في مجال انه ما مش هيبقى في عداله في حتى في اللعب يعني ولا فرصه انك يعني بالطريقه حق بتقولها دي هتوفر لعيبه كتير في السوق طبعا فيقدر ده ياخد وده ياخد بالنسبه للاعارات اللعيبه ايوه يعني اعارات
أو حتى أو حتى تعاقدات جديدة. لا والأعراض مثلا بدل حددها. ما بدل ما أخليها مفتوحة يعني وأقول يعني مش مع يعني في لاعب أعيره 3-4 سنين يقعد معار لا أنا أقول الإعارة مثلا سنة واحدة مثلا أو بالكتير خالص وعدد الإعارات قد كده وعدد الإعارات قد كده وتعاقداتك أنا بدي فرصة إن اللاعب ده كمان يروح نادي بقى تاني يستقر فيه. ده ممكن ده هيدينا فرصة الكلام ده كمان أنت أكيد. يعني اللي حصل السنة اللي فاتت ده مش موجود في أي دولة في العالم ولا في أي دولة بتعمل كرة قدم، إنك أنت في نص الموسم بيلعب في فرقة وتجيبه في نص الموسم يعني يلعب الدور التاني معاك في الإعارة في الإعارة يعني ما ينفعش هو معار لموسم يكمل الموسم بس ست اشهر لكن ما يبقاش يبقى يلعب الدور الاول مع المحله ويجي بعد كده بدل ما كان بيلعب ضد الاهلي ابص الاهلي بيلعب ضد فرقته اللي هو في سنه من السنين في اتحاد الكوره حددوا عدد التعاقدات كل موسم على ما اتذكر كانوا عاملينها 4 أو 5 والفرق اللي صاعده ليها 8 أو 9 ايوه بيديها ميزه على توفر عدد كبير جدا من الكابتن عشان تقدر والغي كمان المسابقات يا ايمن بيه اللي هي مش معقول 22 سنه يبقى ناشئ الغي المسابقه دي عشان توفر لعيبه في السوق اللاعب الشاب فلان فلان عنده 23 وهو متجوز عنده 4 عيال 23 سنه ده ميسي كان مكسر الدنيا وهو عنده 23 سنه طيب هذا حوار الحوار الاخر فيما يتعلق طبعا بمصروفات الانديه بما انه انديه كتيره جدا بدات تئن فمساله قبول التبرعات والاعلان عن التبرعات هل هذا امر مجدي وجيد وكريم ام لا نتحدث ولكن بعد الفاصل طيب شفنا طبعا في الاونه الاخيره نادي الزمالك اثناء وجود بعض اللجان اللي ادارته طلع احد رؤساء اللجان وطلب جمع تبرعات وطلع بعد كده الاستاذ يحيى الكومي برضو النادي الاسماعيلي وطلب تبرعات بمعلومات حضرتك هل هذه الحملات انتجت ورايك فيها ايه؟ اولا حملات فاشله واللي بيفكر بهذه الطريقه يعني مش عاوز اقول ان هو فاشل لانه مفيش جمهور قادر يقدر يدفع ولا يساهم في الصفقات ليه من. مش الام محبين بمئات الالاف مهما كان محبين وكل حاجه لكن احنا في هذا التوقيت كمان بالتحديد في ظل الظروف الاقتصاديه اللي بتعاني منها العالم كله والله وقبل كده استاذ ايمن يعني الوقت كان قبل والمعيشه كده. طب انا يعني معلش يعني انا بدل ما اتبرع للنادي طب ما اجيب كيلو رز للبيت بس في ناس يعني لو بتتكلم حتى قال لك لو حتى 100 جنيه ولا ماشي لو انت تبرعت برضه اللي هتجدهم قادرين على التبرع او المساهمه يعني عدد بسيط طب نادي الزمالك بكل جماهيريته وصل كام المبلغ اللي كان جمعه 4000 طيب نادي الاسماعيلي نادي الاسماعيلي 50000 جنيه 50000 ماشي 50000 جنيه يعني ما وصلش ولا وصلوا مليون ولا حاجه برضه نادي الاسماعيلي يعني دعوته طب هتوصل كام في ظل مثلا جماهير اعتقد هو ده ال 4000 اعتقد هو ده اسماعيلي طب هي كفكره نفسها يعني هل فيها يعني مش عايز اقول يعني هل فيها تقليل من شان النادي انه يطلب طب ولا خلاص دي الظروف هنعمل ايه يعني طبعا هي تقليل من شان النادي في بلد زي مصر او بلد لسه بتعيش مرحله تنميه والكلام ده كله انت الكلام ده يحصل في اوروبا وبعدين اوروبا كمان مش يعني ما بتلجاش الحاجات دي الا في ظروف معينه يعني في حاله افلاس للنادي في مشاكل ماليه في النادي لكن طالما الامور ماشيه والشغل الاحترافي شغال فطبعا لكن هو النادي بيطارد للبيع كله بالظبط لو بيحصل طيب ما احنا بدلنا كنا بنفكر بعمليه التبرع ما نعمل النادي اسهم ونبيعها هنا بس النادي هنا اصل النادي ملك الدوله لا شركات لا القانون بيدي لك تعمل شركه كوره تعمل شركه كوره ما تقدرش تعمل بدل ما هنا بقى شركه نرجع بقى لمفهوم شركه الكوره انك انت بتعمل النادي كاسهم او فريق الكوره كاسهم وبتبيعه وبيدخل معاك مشترين الناس دي بتدفع فلوس هتحاسبك دي اللي هي بتبقى يطلق عليها الجمعيه العموميه المشكله هنا مجلس الاداره بيطلب 51% اداره واللي داخل 49 فبيتم الرفض ياخد ال 51% لكن انا لما هشارك التورته اصلها الكوره لا اصل هي المفروض الدوله تتدخل
وتساعد الانديه ان هي تعمل الشركات. لو سبت الانديه كده والله لو قعدت 800 سنه هيفضلوا هما ماشيين بالطريقه دي، لان دي عاوزه فكر عالي وعاوزه ناس تشتغل. انت مين بقى اللي في الاسماعيلي وفي المحله وفي البتاع والانديه دي؟ يعني هل شركات الكره كفكره فشلت؟ لحد دلوقتي فاشله طبعا. ليه؟ لان مفيش اراده انها تتعمل، اراده حقيقيه انها تتعمل. والاراده دي مش هتيجي من الانديه، عمرها ما هتيجي من الانديه. لان الانديه الادارات اللي فيها مهما على شانها الامكانيات بتاعتها ضعيفه. حتى الامكانيات الاداريه والفكريه والعقليه الكلام ده كله مش يعني، مع احترامي طبعا لكل الانديه وكل المسؤولين اللي فيها كلنا بحترمهم وناس تحبهم طبعا، لكن انت احنا عاوزينك كمنظومه انت كمنظومه كاتحاد كوره، اتحاد الكوره نفسه هل يقدر هو عنده الفكر ان هو يعمل الكلام ده ويساعد الانديه ان هي تعمل الشركات؟ او هل الرابطه برضو عندها القدرات او عندها الخبرات او الكوادر؟ بس هي دي مهمه الانديه، يعني مهمه الانديه، مهمه الانديه بس طبعًا. احنا كانديه وظروفها ومشاكلها لا عايزه حد يساعدها، عايزه الدوله تساعدها، عاوزه عشان الدوله في نفس الوقت هتتخلص من اعباء هذه الانديه، لان الانديه دي بتمثل عبء على الدوله. وكل واحد بيقول لك بيروح الوزاره انا عاوز وعاوز يساعدني او بيروح للمحافظ. نعم، هو المحافظ ده راجل طيب هيصرف على الكوره ولا هيصرف بقى على رجال الاعمال اللي بيتولوا يعني الى 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 يعني مثلا المصري استاذ كامل ابو علي مؤكد بيدعم من جيبه الخاص، اتحاد سكندري الاستاذ محمد مصالح مؤكد، ما اعرفش في الاسماعيلي الاستاذ يحيى الكومي بيساعد بالمال او لا، لكن رجل هل ده مبدا في حد لا ذاته؟ لا هو مش مبدا، بس هو الجمهور او النادي اولا بنشكرهم على حبهم طبعا وتضحيتهم ان هو يبقى يوجد نفسه في هذا المكان الذي هو عرضه ايضا للإساءة وعرضة للتهجم عليه والهجوم عليه، وبرغم انه بيدفع فلوس وبيعمل ويساوي، لكن هم دائما ما بيفكروش احنا عاوزين من هو يفكر خارج الصندوق. نعم، يعني انا ما عنديش مانع انك انت تجيب رجل اعمال، وده موجود في اوروبا، شفنا في الدوري في ميلان وفي ايطاليا بيبقى رجال اعمال، ومنهم كان رئيس وزراء ايطاليا مثلا رئيس نادي بلسكوني ماسك نادي ميلان، اسي ميلان، اسي ميلان، اسي ميلان. لكن احنا عاوزين يبقى في شركات زي ما قلت، يعني انا بدل ما ابقى انا وحدي ما اجيب رجال الاعمال المحبين لهذا النادي او المساهمين فيه ما بيجوش لا ويشتركوا يشتروا اسهم يا كابتن. هي عمليه الاسهم ان انا هعمل لازم الرجل الاعمال ده يستفيد نعمل اسهم لازم يستفيد عشان يستفيد. يخش بالمال وانا طبعًا. لازم برضو ما فيش حاجه اسمها رجل اعمال مع احترامي طبعا ان هيجي يصرف وخلاص لا يصرفوا طبعا. احنا شفنا ممدوح عباس وحبه وكان بيموت حب في الزمالك لكن في النهايه طلب ايه؟ طلب فلوسه على الاقل، وضع طبيعي مش كده؟ انا عاوز رجل الاعمال اللي يجي جيف اند تيك، يعني او وين وين، يعني احنا لازم يبقى فيه عشان الموضوع ينجح واستفيد. لازم لازم يبقى فيه، ولازم برضو المحبين زي ما قلت بدل ما انا بقول له اتبرع انا هاجي اقول اكتتاب على كذا او على طرح يا باشا يتبرع في اعمال الخير في ليه يتبرع أنا, انا مش هتبرع يعني انا ضد التبرع ورافض التبرع، انا اعمل اسهم لما انت هتبقى صاحب مال هيبقى لك صوت هو ده الصح ودور انك انت تحاسب النهارده معلش جبت الكابتن مدحت النادي فشل في الصفقات او في المركز اللي هو خده لا المره الجايه انا كجزء مشارك في المال مساهم مثلا انا دافع ب 10 مليون انا مشتري الرصاص رضوان ب 20 مليون كلنا مساهمين وفي غيرنا فانا لا هنجيب رضوان نعينه رئيس لاداره كره القدم او شركه كره القدم عشان يقدر ان هو يتوقع طيب قلبنا كمان يبقى قلبنا احنا كمساهمين ايوه طبعا يبقى قلبنا على الكلام ده انا حاطط مال ما انا بس في النهايه مساله مال انا بس استثمر يعني زي ما نقول كبار معلش اكد على حاجه يعني احنا في كبار مشجعين في مشجعين اللي هم الناس اللي بيحضروا اللي على قدهم الشعب الناس الغلابه بيحب يروح يحضر الماتش ويتفرج على الماتش في مشجعين عندهم فلوس دول يدخلوا بقى زي ما قال الاستاذ ايمن كده كمساهمين وتفتح الباب للمساهمين نتمنى الا يحجم يعني هي في النهايه تبقى كابتن ايه انا احنا عاوزين حاجه مؤسسيه ايوه مش طبعًا. عايزين حاجه بتبقى مبادرات فرديه ومؤقته وتزول بزوال بزوال طيب نروح سريعا كده لرابطه الانديه هل عند حضرتك فكره بيبقى في نهايه كل مباراه رجل المباراه هل عندك معلومه مين اللي بيختاره
هم قالوا ان هم اعلاميين قالوا كده، هم قالوا ان هم اعلاميين بيختاروا. برضو ما قالولناش مين الاعلاميين. وبالاليه، وهل الاعلاميين دول ثابتين في كل المباريات؟ هل ثابتين هم في كل المباريات هم او بتيجي بالتليفون كده وبعدين؟ لا، احنا عايزين برضو يبقى في زي ما قلنا اي عمل بيبقى لازم يكون مؤسسي. بيبقى صح وبينجح. لكن احنا شفنا اختيارات الجمهور بتبقى احسن من اختيارات ال. هو انا سمعت استاذ احمد دياب بيقول ان في شركه متخصصه بتحط احصائيات بارقام. ما قالولناش على ضوء ده. لازم احنا. طب انا يعني المشكله اللي في حصل في ماتش اللي هم اعلنوها في ماتش الاهلي بتاع ديانج وديانج. يعني قالوا ديانج، قالوا حمدي فتحي كل اللي شايف المباراه. واحنا بنتفرج على الماتش في التلفزيون. قلنا قالوا ديانج هو نجم الماتش. صحيح. اتفوجئنا انه الجائزه رجل لحمدي فتحي. حمدي فتحي. كلنا ذهلنا. جه بعد كده باسبوع ولا حاجه اعلنوا نجم الاسبوع. اتفاجئنا قالوا ديانج. الله، طب ازاي يبقى هو مش طالع نجم في الماتش وهو ياخد نجم الاسبوع؟ الاسبوع كله. ايوه يعني حتى على كل الماتشات. يعني ده بيقول لك ان الجمهور هو هو الـ يعني انا استغربت. يعني وهل مساله الارقام يعني بصر 5 باصات وعمل اسيست واحد وبتاع، هل ده المعيار رجل مباراه ولا هناك معيار اخر يعني؟ لا طبعا معايير. انا في رايي ان نجم المباراه ده او رجل المباراه او بطل المباراه زي ما بتقال ده له معايير. اولا الاداء الفردي. والاداء الفردي ده بيعود على الاداء الجماعي. أيوة، تاثيره طبعا. على الفريق ككل ايه. وبعدين كمان تاثيره على نتيجه المباراه. ايه دوره كان ممكن واحد يكون قاعد طول الماتش وما عملش حاجه وهو اللي سجل بس هدف، هو موجود هدف الفوز مثلا. لا يعني هو اللي سجل هدف الفوز، هو اللي فك الشفر. يبقى ده ياخد نجم المباراه. ما هي بتختلف. ما لا ما يعني في البعض يقول كده، بعض الثاني يقول لك مثلا هو عامل مجهود عظيم جدا طوال المباراه كره القدم ومقفل المساحات. الجايزه الفرديه يا كابتن. ان انا اقول ان انا جبت جون او انا قصدي كده. لا افرض الماتش كله ماتش مقفول وده بمجهود فردي او بمهارات فرديه حللك اللغز ده، يبقى ده يستحق. يعني هو ده اللي هو ممكن يحل لي اللغز ده. وعندي حارس المرمى شال 15 جول ممكن. يعني انا هقول لكم رايي الشخصي. يعني هما بيقولوا ارقام والكلام ده كله. انا اتصور لو في 3 كويره جامدين قوي وقاعدين بيتفرجوا على المباراه سواء في الملعب او حتى في بيتهم من خلال اتصال تليفوني ويتثبتوا بالواتس او بالواتس. ما انتوا بتعملوا برنامج يعني الاون تايم سبورت ما بتقدم برنامج التحليل. ما انا ليه ما اختارش؟ ما هي القناه. ما انتوا يعني أولى. ليه يعني انا بيبقى في محللين كبار قاعدين يا باشا. ما انتوا اولى يعني كل يعني ليه انا ما اخدش التليفون ده مع الاستوديو اللي موجود بالخبرة قبل ما يطلع الماتش بينتهي بدقيقتين كده بالظبط، ببلغني مين السادة اللي معاك على المحللين شايفين ان ده رجل المباراة. انت الراجل الاعلامي بتاع الدوري. طبعا حصري. طيب ما انت اللي تعملها، دي بشغلتك. وهم ياخدوها يعني ويعلنوها. ممكن والله فكره كويسه جدا. نمره 2. طب انت الجائزه اللي بتديها لي ايه يا كابتن؟ احنا حاجات بسيطه كتير عندنا بس ما بنفكرش. احنا دايما مش عارفين نروح ازاي. دي ما اعرفش بقى، هل هي قله خبره؟ عدم يعني احتكاك بالوسط ممكن. لكن احنا محتاجين انت لو عاوز تفكر وتختار صح الطاقم اللي بيبقى موجود في التحليل الاستوديو هو اللي يختار. كلهم نجوم كوره وبعدين هم بيحسوا باحساس الجمهور وهم قاعدين يحللوا فشايفين كل لقطه في اخر الماتش. طب انت سألت سؤال حلو قوي. ايه هو ايه بقى؟ بياخد ايه؟ ايه ده؟ لا يعني اديني حاجه. لا اديني حاجه شرفيه. يا ريت يلاقوا راعي. ما راعي هو اللي يقدم حاجه زي كده. يعني انت مثلا كان في الدورات اللي احنا بنشوفها انت ما جبتش راعي للدوري، هتجيب راعي بيديله مثلا لسه ما جبتش راعي للدوري بيديله شيك صغير كده بتاع ايفون من جايزه بتاع حاجه يعني ده بيبقى في البطولات الازازه بتاع هي الشعريه او دايما برضه حلوه يحطها في الدولاب. حلوه حتى مش حلوه والله. فيها ايه اللي فيها؟ ها ايه الحاجه اللي يعني احنا ما لقيناش في الورد حاجه؟
يا باشا احنا عاوزين احنا والله جايزه جايزه رجل لا لا والله لا لا والله انا بص يا كابتن انا هحترمها بس كابتن. ماشي لا والله حاجه يعني تذكار هي, هي هي حاجه اي مبادره كويسه هي نوع أنا من الرفع الروح المعنويه بتدي لك دفعه انك انت بالظبط انت عارف هي 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 مين اللي استفاد اللي فيها اكتر واحد استفاد اللي هو بيقدم الجايزه اللي بيقدم الدرع ده مراقب المباراه دي هو ده الوحيد اللي استفاد لانه طلع في الكادر ما هو اللعيب ما هو عارف احنا نجم المباراه ومعروف ومشهور وكل حاجه يعني احنا مهما عملنا مش يا باشا انا بقول لك حاجه اخر حاجه في الكلام ده انا بنشكرهم على الكلام ده طبعا بس احنا عاوزين انتوا احنا بنقول ده سنه اولى خلاص احنا عاوزين سنه تانية تبقى حاجه كويسه حاجة هو لو راعي تبقى جميل طب بس هو كده تبقى تحفه استاذ رضوان شرفت ونورت شرف مقدارك اشكرك شكرا جزيلا استاذ ايمن شرفت ونورت مساء الانوار عليك دايما سعيد بموضوعاتك الجميله اللي بتطرحها يا رب بس يا ريت يعني اتمنى انهم المسؤولين يكونوا بيستمعوا عشان يقدروا ناخد حاجة من اللي احنا بنقوله يا رب مش عشان نحلى لا والضيوف اللي بيطلعوا في كل القنوات ده دورنا احنا بنقدم احنا بنحاول نطور بالزبط. وبنقدم حاجة خدمة لكرة بلدنا ولدورينا يا ريت نستفيد يا رب يا رب حوار أخير ولكن بعد الفاصل